هذا يسأل عن شخص يشتغل في سوق أو في مكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء، هل كسبه حرام؟ الكسب إذا كان ما فيه غش ولا خديعة ولا ربا حلال، لكن يأثم على المكان الذي فيه اختلاط، يأثم. كسبه حلال لكن مع الإثم في أنه يأتي إلى مكان فيه اختلاط، يأثم على ذلك. نعم.